ومشترك مع الخرسانة المسلحة بتاعة الأرضية في سيكشن كبير هنا. فنبتدي نشوف الكلام ده عالجناه ازاي في الموقع. اول حاجه لما جينا نشتغل سيبنا دلوقتي الفراغ، لو انت شايف عندك ده منسوب الدك بتاعت حمام السباحه الارضيه، هيتصب الاول ارضيه عاديه وبعد كده يتشد عليها الحديد ويتعمل الارضيه المسلحه لحمام السباحه. الارضيه المسلحه هتكون داخله في قلب الايه، في قلب السملات. فعشان نطلع بالمنسوب لحد هنا كده رمل ونبتدي نشتغل، فتم صب جزء من السملات واتعمل العزل بتاعها وجزء من الاواعي، والاجزاء المشتركه كلها اتعمل ليها زي ما انتم شايفين كده، اتساب جزء الخرسانه اللي هيخش الحديد يكمل فيه. ودلوقتي هنبتدي نشوف الطبقه الاولى. كده صبينا الطبقه الاولى من الخرسانه العاديه، الطبقه الاولى من الخرسانه العاديه، وبعد كده بنجيب مكنسه زي ما حضراتكم شايفين كده، تكنس كل التراب اللي موجود على الكلام ده كله، عشان هنربط الخرسانه قديم بجديد. فكل ده لازم يبقى نظيف تماما ويتعمل الربط المظبوط ويتحط الادوات الربط المطلوبه للارضيه. كل ده ولسه احنا ما عملناش اي حاجه، لسه هتخش بقى التركيبات الميكانيكيه معانا واحده واحده واحنا شغالين. ابتدينا بقى نعتمد السليبات الحديديه بتاعه الشغل، وطبعا جوده اللحام، ونشوف الاقطار والمقاسات المطلوبه. ده دي سليبات في قلب الخرسانه، هتتعمل في قلب الخزانات عشان خاطر التوصيل. بعد كده بنعمل الرئه الاولى الحديد، الرئه الاولى الحديد حسب التصميم الانشائي طبعا للمكان. ده الرئه الاولى طالعه معانا الحيطان، طبعا الحيطان هتطلع معانا جرافطات في الارضيه، ممكن نبقى نتكلم على الكلام ده بعدين، نشوف الشغل بتاعها. الرئه الاولى حديد بعد ما بتتعمل وبتتسلم الرئه الاولى، بيبتدي يخش معانا التركيبات الميكانيكيه زي ما احنا شايفين. بيخش هنا نفس اللي احنا اتكلمنا فيه هناك، بيتعمل هنا بالحرف. يعني في عندنا هنا المخارج اهي، دي المواسير اللي معموله اللي احنا قلنا للدرين لاوطى نقطتين في قلب حمام السباحه. احنا عندنا منسوب عالي هنا ومنسوب واطي هنا، فيبتدي هنا بيعمل الدرين بتاعه اوطى نقطتين في حمام السباحه، وياخد ويطلع من بره. وعنده هنا التغذيه الرئيسيه، بيبتدي يخش عمل الشبكه الاولانيه، وبيرفع معاه الخطوط دي كلها، وبيطبب عشان يختبر، وبيعمل هنا محبس مثلا في الاخر يخرج منه الهواء او اير فنت او الكلام ده كله، لسه هنشوفه بعدين في الاختبارات. عمل الرئه دي وخلص كل المواسير بتاعته، وبعد كده بيخش على الاختبارات. وبعديها بنخش بعد ما بيسلم الاختبارات، ادي المحابس بتاعته هنا، وبيركب عليها البار بتاعه او النانوميتر اهو موجود هنا اهوت، وبنستلم بيه الضغط وبنتاكد ان الشبكه مكبوسه تمام والدنيا مظبوطه. فبيبتدي نشتغل في الرئه ثانيه حديد، الرئه ثانيه، وبنعمل معاها الووتر ستوب ما بينها وبين الايه، الحيطان وبين الارضيه. نشتغل على الكلام ده كله زي ما انتم شايفين، وبتسلم، وبعد كده بتبتدي تصب الايه، الارضيات. صب الارضيات ومحطوط فيها الووتر ستوب، ومحطوط الدنيا، وطالع منها المواسير بتاعه الفيكيوم اللي هي المكانس، وخارج ورا هنا هتلاقي المواسير بتاعتنا، ومعمول حمايه للبوتوم انلتس اللي احنا اللي هي المخارج التغذيه، ومعمول هنا المخرجين بتوع الدرين. ده شكل حمام السباحه بعد ما صب السقف وخلص. في شغل بوست تنشن جميل جدا لما نحكي عليه بعدين ان شاء الله. المخارج بتاعتنا كلها متامنه، و يبتدي نشوف الدنيا تشتغل بعد كده ازاي. ده الخزان، خزان الموازنه، بيبتدي يتحط فيه السليبات بالشكل برضه المطلوب، ويتحط في الحديد ونصب الحيطان، يبقى طالع منها السليبات عشان نربط بيها بعد كده. طبعا لازم نشيك على المنسوب بتاعنا وناكد على كل المخارج بتاعتنا. ده المخرج بتاع الخزان من تحت، وده الغسيل لو عايزين نغسله، وده الاوفر فلو بتاع الخزان لو الخزان زاد تحميله، وده التغذية بتاعته، وهنشوف الكلام ده بعدين ان شاء الله. مخارج التغذية، ده مخرج التغذية اهو خارج ومتطبب ومختبر ومتقفل عليه، وده المخرج الثاني بتاع الدرين.
ده الاوفر فلو بقى بعد ما خلصنا كل الايه الشغل بتاع الحوائط، صبينا الحوائط، فبقى عندك الاوفر فلو بالمنظر ده في عرض حوالي 40 سم خرسانة كده، اكتمل شغل حمام السباحة. وهنا من تحت الاوفر فلو هيبتدي يعدي خط هنا يجمع كل المخارج بتاعة الاوفر فلو وتروح على خزان الموازنة. ده شكله من فوق حمام السباحة كده، تمام، خلص هيكل خرسانة. دي دك كده بنصبها بعد طبعا ما غمرنا ودكينا وتمينا كل المواسير، بس دي بتصب حوالين حمام السباحة عشان نكمل التشطيبات حواليه. بس كده زي ما حضراتكم شفتوا كده، ده الشغل الخرسانات المطلوب لحمام السباحة. هنبتدي نبص برضو معانا في جزء تاني اللي هو الكتالوجات. طبعا بيعتمد من استشاري الميكانيكا لكل حاجة احنا بنتكلم فيها، من مخارج الرمل، الفلترة، سمك الجريد بتاع الرمل اللي هيشتغل كام وكام، يعني دي اللي هي نوع الرملة اللي هيشتغل في الفلتر ده فلتر رملي، وكل حاجة ممكن تتخيلها لازم بتعتمد بكتالوجات من الاستشاري قبل التنفيذ. الفلانشات، مواسير الستانل ستيل، جدول 40، مواسير الصلب، المحابس، الفراشة، التشيك فالف طبعا المطلوب، ودي كل الفيتس القطع بتاعتنا اللي هتشتغل. ده الفلتر. بنخش على مرحلة العزل. دلوقتي احنا قبل ما نشتغل عزل، اي تمعيط او اي مرمات موجودة في الحيطان، اي مشاكل في الحيطان، اي حاجة، حاجة مسوسة، حاجة مكان سرجينة، مكان الكلام ده كله لازم بيتكسر في ظهرها وبيتنظف ويتقص الحديد ويتني السن اللي باقي منه ويتمعط ويتقفل بمواد الكيماوات البناء الحديث ودراوت، وتقفل كل المسام، تظبط الحمام ما يبقاش فيه نقطة ضعف واحدة. لو انت هتركب كشافات موجودة في حمام السباحة يبقى لازم بتجهز الكفر بتاع الكشاف الووتر بروف اللي هتركبه، مثلا في كشافات معينة هتركب في الجدار او في الارضية او على حسب التصميم المعماري لحمام السباحة. في طبعا كشافات دلوقتي 12 فولت ما بتكهربش ما بتعملش، بس لازم احنا برضه نعمل حسابنا ونعمل الكلام ده ونقفله ويتركب قبل ويتحلم عليه في موضوع العزل، مهم جدا. وممنوع منعا باتا ان احنا نعمل اي لحام في سلك الكشاف تحت منسوب المية. لازم يبقى انت عامل حساب المواسير، التوصيلات بتاعتك خارجة لحد بره، والكابل الكشاف نفسه هو اللي يوصل معانا، وبعد كده بعد ما يطلع من قلب جدار الخزان خالص ساعتها نعمل اللحام نوصل منه المكان مصدر الكهرباء. بالنسبة للإرث لازم بيتعمل إرث، حربة إرث يعني بره، والنظام الإرث ده بيديك 2 أوم، ممكن توصل نص أوم لو يعني المفروض المطلوب، يعني لو حصل أي تسريب كهرباء لا قدر الله كل ده بيهرب في الأرضية ما يحصلكش أي حوادث. بالنسبة لأماكن التثبيت، الدعامات لو أنت عندك سلم هيركب السلالم ستانلس ستيل، طبعا لازم يكون السلالم نظيفة، يكون ستانلس ستيل مثلا 316 اللي هو ما يصوتش معاك بسهولة. يعني في عندك القواعد بتاعته كتثبيت لازم تعمل حسابك فيها ويتحلقم عليها ويتقطب عليها كويس من العزل. لو عندك خطافات هتتثبت اللي هي الانكورز اللي يتشد عليها الحبال، لو هو حمام سباحه تعليمي ويتشد حبال تعليميه للحارات بتاعتهم او ايا كان، اي حاجه هتتثبت في الجدار لازم بيتعمل حسابها في العزل ولازم يتقطب عليها كويس جدا. الارضيه بتاعتك طبعا بتنضف وبتتصب مثلا بسن زيرو لو انت عايز تساوي الارضيه وتظبط ميولك مظبوط، وبتبتدي تنضف الارضيه، بتشتغل عزل للحيطان وتكمل على الارضيه. بنشتغل عزل من سيكا 107 مثلا، اي عزل كيماوي بيبقى متوفر بيظبط الكلام، بتعمل الشغل بتاعك وبتنضف الارضيات. الحيطان بتاعتك بيوصى طبعا ان ما تسابش على كده، انها لازم تكون متمحرة كويس جدا، تأكيس وتربيع، يعني انت بتظبط الحيطان بتاعتك مش مجرد بس الحيطة رأسية نظيفة او كده او ماشية مع نفسها، لا لازم تكون كمان الزاوية لو هو بالمنظر اللي احنا شايفينه مستطيل كده لازم تبقى الزاوية قائمة تماما مع الجناب كلها ومع الأرضية عمودي عليها، لأن كل ده بيظبط معاك الغلايق وما يبقاش فيه سمك في الأرض، ما يبقاش فيه اي مشاكل في الارض. بعد ما بتخلص بتبتدي تخش على مرحلة الاختبار. مرحلة الاختبار
بتملى حمام السباحة. تملى حمام السباحة ده يعني بتظبط بقى المية بتاعتك لحد منسوب مثلا الركن، أو بتعلى كمان عنه، بتملى كل ده وتبتدي لحد منسوب. احنا في حالتنا هنا مفيش حاجة نعرف نبص من حواليه، فهنسيبه أسبوع على تشرب اللي احنا معلمين عليه منسوب المية، ويفضل مساب أسبوع، وبعد كده بنيجي بنشوف. طبعا معدل البخر بيبقى بسيط جدا، فبتتشيك على الموضوع انه مفيش تسريب. طبعا يا ريت يكون الكلام ده كله اتعمل لحمام السباحة قبل ما يكون اتردم حواليه، بيكون افضل ان انت تقدر تشوف الجناب وتشوف كل حتة من تحت فيها نشأة ولا لا. كده احنا اتكلمنا عن الخرسانات والرسومات والكتالوجات والعزل، ودلوقتي هنتكلم على الميكانيكا.